يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لا بد أن تكون أرض المسجد وقفا حتى تعتبر مسجدا، وما الدليل؟ لا يسمى مسجدا إلا إذا كان وقفا، أما إذا كان يصلى فيه مؤقتا هذا لا يسمى مسجدا، يسمى مصلى، يسمى مصلى فقط. نعم. يقول وهل يشترط في المسجد أن تقام فيه الصلوات الخمس؟ بلا شرط، ما يكون مسجد إلا إذا كان تقام فيه الصلوات الخمس. نعم.